الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، بشير رمضان إهبين دويت بلا شديد أن سويدين إني وحد ركتانين يفور رصتي حق دماتك إلهي بينه سبحانه وتعالى ويدي سنينا عمل صالح وحيا إنو سمينا إنتا تكتين ونقا أقبله خلد يقف وحين وقلين ربي بينه كبرينا إنو نوداف إنتا هردين إلهي بينه سبحانه وتعالى ويدي سنينا نولل عافي ما قب يا عبادي سينو نقو قارسيو قف كستو مسلمي وقت قاعد عفيين وكو عبر قاتايا لقدبون هبين كستو تقا يمالين كستو كو إدارة وحي كو دوي سي حق آخرية قبرقة وحي كافو سي الدنيا ده وحي سو دوي سي جزاقا قيابا المرين تادي يا حساب تلقو حسابين اي قف كمسلم كاهي وإن أرنت نوع عاسية حصوصي سوء غيري دي آخره سابنا يقولنا قطاع الدنيا لنو كسايقاته وعمل في عنا يوم القيامة أنفعاء لي مادة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وحهاري باقي نقون عندمان هين إلهي أرتي أدون كان فعي مالين كان لغو بدباديو درجوي إنك سرنا لغو قاري أيام ودان عمري قاين لغو بحيو تودي يددال كنين ليسو قيو وحافودة إن صوت صاري ونقو سوردو عباد الله طوانكي الدنبية بشهر رمضان رمضان ودمي وشهر خير ورحمة وبركة وفضيلة ومغفرة وعتق من النار طوان كاسين رمضان بي أفضل بديهين وتاب رمضان وذروة سنامها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إصغوا يقين سنا وصدبان أرميسنا طوان كاسي قيمها إليهين يينيهين مالمها الدنيا طوان كأفضل بدن وحود ذلك رسك بدن سدود ذلك ري رمضان انتهي ذكره عائشة رضي الله عنها وحي تري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غير رواه مسلم رسولك عليه الصلاة والسلام طمان كدما مركي سوقلان ددالك وابدن تري ددالك سو انتي هوري وكبدن تري تدكو ما انت وحي وبدن يهين رمضان مالي ما مالي انت كدن بيسا إني كوه سدان ويكا عاجزان ونفتو دو اي كسو تشيسة عباداتك يوحي اي هيد ان لقود داله نبي محمد صلى عليه الصلاة والسلام طوان كدن بمركي سوق قلان بود دالك يسيكر لتشري داي تاي الصلاة دو تكدية قرآن واخريو ذكري يدعو صدقاتو لبحو قودهان عمل صالح وكود داله تسوحي نحسوسين اي سات طوان كدن بفضل قبضان إنا إنو نفتك لدك الله نوع عاجزك إيو وحسك إيو كما قست إيو كسو تيسا شد عباداتك وطوان كان دادالك أبادنا إنو سمعينو دادالك إنتي وراء إنو كسيبادينو عائشة رضي الله عنها إيادو إنو سورين إيسا دادالك رسول كطوان كان دوامر كيسوك قلان واحد تري كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواه البخاري ومسلم طبعاً كدما مركي سوغل رسولك عليه الصلاة والسلام قنت قايوات كيسان تيري واحكا سلو عبادة كمشقولين يبو كفوغان تيري عبادة تفحيدان تيري هبين كنوحو كنو لين تيري إنو عبادة كسو تيدا هبين كوردن هبين نذكال سنت كوردن رسولك عليه الصلاة والسلام ساعدا واسيحان تيري ساعدا وعبادة سان تيري لكن طبعاً كدما مركي سوغلان
habeenka oo dhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam cibaadu ku soo jeedi jiray. waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku dadaali jiray khayrka iyo wanaagga ehelkiisa iyo reerkiisu inay kala qayb galaan, cibaad ayuu ku dhiirigelin jiray oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu toosin jiray. tobankan walaalayaal, fadliga gaara waxyaabaha u sii yeelay waxaa ka mid a waxaa ku jira habeenka qiimaha badan ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam habeenka u horeysee bisha ramadaan ay soo gasho dadka muslimiinta uu xusuusin jiray, isla markaana uu ku dhiirigelin jiray kuwa habeenka hela ee ka qaniimaysta inay ka mid noqdaan. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabada ku odhan jiray markay ramadaan bilato, ataakum shahru ramadaan, bishii ramadaan baa idiin soo gashay. waxa uu raacin jiray fiihi laylatun khayrun min alfi shahrin, bisha ramadaan waxaa ku jira habeen ka khayr badan kun bilood, bimacnaa camalka la sameeya uu ka khayr badan yahay camalka kun bilood la sameeyo. man xurima khayruhaa faqad xurim, man xurima khayrahaa faqad xurim, qofka habeenka khayrkiisa ka qadaa barakaadka ilaahay iyo raxamaadkiisa iyo dembi dhaafkiisa iyo naarka xoraynta iyo darajooyinka ilaahay subxaana wa tacaala uu bixinayo, dhab ahaan qof khayr oo dhan ka qaday weeyaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay habeenkaasi inuu ku jiro tobanka dambe bisha ramadaan, oo wuxuu odhan jiray taxaruu leylata alqadri fi lcashri alawaakhiri min ramadaan, leylata alqadriga ka raadiya tobanka dambe ee bisha ramadaan, macnaa tobankaa cibaadada ku dadaala oo habeenka cibaado ku nooleeya ku soo jeeda si aad ula kulantaan leylatulqadriga oo aad u waafaqdaan. waxa uu si gaara rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu farta ugu fiiqi jiray toddobada bisha u dambeeya, faman kaana mutaxariiha falyataxaraaha fi sabci alawaakhir, qofka habeenkaa raadinaya ee cibaado iyo dadaal ku baadi doonaya tobanka dambe ee ramadaan ha ka raadiya buu rasuulku odhan jiray. wuxuu si gaara rasuulku calayhi salaatu wasalaam u carrabaabi jiray habeenada tiradoodu ay kala dhiman tahay 21-ka, 23-ka, 25-ka, 27-ka, 29-ka. oo wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam odhan jiray sida caaisha ay ka warisay, taxaruu leylata alqadri fi lwitri min alcashri alawaakhiri min ramadaan, rawaahu albukhaari wa muslim. leylatu lqadriga habeenada tiradoodu kala dhiman tahay ee tobanka ramadaan ee dambe ka mid a ka raadiya oo habeenadaa dadaal dheeraada la yimaada buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam odhan jiray. waxaa rasuulku mar kale uu tilmaami jiray inay dhici karta habeenkaasi inuu ku jiro habeen tiradiisu ay buuxdo witri aan ahayn, laba iyo labaatankuu noqon karaa, 24-kuu noqon karaa, 26-kuu noqon karaa, 28-kuu noqon karaa, oo 30-ka ramadaan buu leylatulqadrigu noqon karaa. waa ka yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, taxaruu leylata alqadri fi aakhiri leylatin min ramadaan, leylatulqadriga ka raadiya habeenka ramadaan u dambeeya. waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu odhan jiray habeenkaasi waxa uu noqonayaa ama uu dhacayaa marka ay hadhsan yihiin 9, markay hadhsan yihiin 7, markay hadhsan yihiin 5, markay hadhsan yihiin 3, saasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaami jiray. haddii ay bishu ku dhammaato 30 habeenadaasi witri bay noqonayaan, tiro kala dhiman. haddii ay 29 ku dhammaatana habeenadaasi waxay noqonayaan habeenada tirada buuxda ah ee dhabanka ah. ayuha almuslimuuna cibaad allah, habeenkaasi qiimaha badan, qof kasta oo muslim oo qalbigiisa iimaanu ku jiraa waa inuu dadaalo. waxaa lagu dadaalayaana adduunye raadin maaha, waxaa lagu dadaalayaa waa aakhiraa loo dadaalayaa, aakhiraa loo sahay qaadanayaa, dembi dhaaf baa la raadinayaa, raxmadda ilaah habeenkaas soo degaysa ayuu qofku naftiisa u bandhigayaa, barakaadka rabbi subxaana wa tacaala ayuu addoonku raadinayaa. waxaa lagu dadaalayaa waa salaad,
waxa lagu dadaalaya waa duco waxa lagu dadaalaya waa xus ilaahay la xuso waxa lagu dadaalaya waa quraan la akhriyo waxa lagu dadaalaya waa sadaqad la baxo waxa lagu dadaalaya wanaag la isfaro waxa lagu dadaalaya waa qaraabada oo la xidhiidhiyo ilaahay baynu subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa inuu habeenkaasi ina gaadhsiiyo dadaalkiisana ina waafajiyo barakooyinkiisana inala kulmiyo أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله وحين لقدبون فرصدها خير يكلمها سهيق هذا الشوق إلهي سبحانه وتعالى ونوغن حريستو ينوسر تقليي قدر كود يقيمه ذينا ينقرنه انت انا ايمن مالين وليب مالين قف وليبا قيمها إليه ينقرن دونه لكن قرشدا سي وحباني وطراين انو كعب رقادنه تطبضا وولا لهنها وبشر ربضان دحدي دقير يودي ومالما ادقوات قادي يقوان قادي aynu ku cibro qaadano waana aynu noqotay inay dhici karto toban dambe inaanay ku soo marin bal toban kaba inaanad gaadhin hadda niyo fiican la kaalaysi niyada lagugu ajirsiiyo haddaad gaadhi weydo ama ka faa'idaysigoodu cudur daarowgii uu kuu suurto geli waayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomaha wanaag go'aansada اعذر دارو كهر استاغو فضلقي صوحا كم دينو كاتر سيو طبعا كان ربضان الدنب هبين كاسي كتيرا وهبين قيمة بضان إلهي با قيمة سكمو تيي كتاب كيس نبي محمد با كوقي حي حاديث تيس هرت وهبين بركيسا إنا أنزل له في ليلة مباركة إنا كنا منذرين مبارك معنى هدوى محي وما كان سببا للبركة في غيره وكصاب النقضة بركة عدك لا يهشه هبين كان يوحو صاب النقضة يا قفك الددالة قنت قديشة اسك قديقة خير فربدا او إلهي وحق إلهي كيمي وصقنا هذا إنو لك كلمة هبين كان قيمي صوحا موچين يا إنو يا هبين كي إلهي وبلابي سودة جنت قرآنك إنا أنزلناه في ليلة القدر وحن سودت إن يهبين كا وين يقدر كي سو سر يقيمي سنو وياي وهبين كا إلهي سبحانه وتعالى يصغو هوري وحو البو قدري سنت كا واحد عدوننا سيقار إلهي وحو لي وقدره فيها يفرق كل أمر حكيم أرن كاستو حكمة إلهي سبحانه وتعالى كسوف لي هبين كاسي أي الله حل محفوظ كلاج صو صاع ولاج صو سارة جوني لاج سارة وحي سنة كادي عدونا وهبين كملائك تبتر هذا بدن يدل كايوس ودا دجال سنة محمد عليه الصلاة والسلام وشاجي وحي الله سود دجيا والرحمة إلهي يبرك ديس تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم إلهي بأمرين سود دجال وحي الله سود دجيا نوا خير يوناك الدوماء إلهي عبادي السنة يقول يعني دعيان رحمة إلهي يد مداف كيس هبين كاقيمي صوحة السنة وهبين الدوماء إلهي إلهي سبحانه وتعالى عباده وخالص يا إلهي إلهي سبحانه وتعالى شيدان كشركي سوك كلبت قريه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وهبين كإلهي سبحانه وتعالى قفك صلاة الليل وكعه دم بجيسي هو إلهي وضافه من قام ليلة القدر برنيه محمد عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هبين نظر رمضان ودن قفك صلاة الليل تكذا ولو قد دم بضافه لكن ليلة القدر قد دم بضاف كالقوه ليوم خاصة وفضل ديارات كوة ودير دم بضاف كصلاة الليل كهبين نظر كليلة تكذا لقوه لأيو هبين كاسي قيمها بضن قفك مسلم كاهي أما طبعاً قيمها بدن قودهان يهبين كابا هذا وإنه قوامة في عنوسي يشو
قرشو كجفا إذا استنا وين سيد تشيو وتشد والقف كمسلم كاي وين وصما يستو الرماها الدنيا وين لقى جم مشقولين بر لا يبين هي من لا يبسن هي وحلا ميضة أنت هلا جارين با في عن قف كهولها الدنيا إيه بين ذا قيمها بدر مشقولين كرا إنه مال إسكسي سارو إسكدر ما يو إلهي بين سبحانه وتعالى ويدي سنين هبين كانوا نوافتشيو إلى الله سبحانه وتعالى الرحمن كيدن بقدافة أيين نفه أن إيه والد كان إيه مسلمين طوردن بدم داف ويديننا إله قوراها إيه نار كحرائه إله يو أديقا الدومها عدة دون تأي كم إذا نار تكحري إله نار نكحرائه إله قوة شندا أدقيسا نقدر إله إنت أوان ودن بابينا وان قرصنا هاي إله نودن بداف إله نودن بداف إله نودن بداف إله ليلة القدر نوافتش إله بركوين كيسا يدم داف كيسا يرحمدها تسود تشيسو إله نلكلمي ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله بين سبحانه وتعالى كبرينا مسلمين تحنوصنا يوردن إنو شافي حنونك وكد القاضو إله حنونك كد القاضو عافيمات سريعا ربي سبحانه وتعالى هو بدلو إله سبحانه وتعالى كوا مسلمين تردنتين هون حريستو قبوراه نوريو إلهي الباب شنده وقفره عذاب القبر جي النار تبر ربي سبحانه وتعالى كبد باديه إلهي مسلمين تكود الله يحذي اللومي صهانونيه كود الدين تجاهلي كجسوجان هوا فتي الدين تيني برتان وربي سبحانه وتعالى جهلي ككساره إلهي بينو كبرينا مسلمين تينو مدايو وقلوب تود حق وسجوجيو وتفرار قي قيب سنك إلهي سبحانه وتعالى وكساره ولا التني مدى إيمان ككدلتي إلهي سبحانه وتعالى وودا حيسيي اي ربي سبحانه وتعالى مدسكو خيدا وكدغاي ان وخوجي اي ربي سبحانه وتعالى الكبرينا اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.